القطري والمنتخب السويسري في إطار استعدادات المنتخب القطري لبطولة أمم آسيا التي ستقام مطلع العام المقبل في الإمارات. قطر تنافس فيها في المجموعة الخامسة مع السعودية ولبنان وكوريا الشمالية. من الدوحة ينضم إلينا الصحفي الرياضي محمد الجزار للحديث عن هذه المباراة. أستاذ محمد أهلا بك، كيف تسير المباراة حتى الآن، وهل سويسرا قريبة من المدارس الآسيوية التي ستواجهها قطر في البطولة؟ الحقيقة المباراة المنتخب القطري بيقدم مستوى مميز جدا، ويمكن النظر لهذه المواجهة وأيضا مواجهة المنتخب الأيسلندي ليس لأن الفريق القطري هيلعب مع مدرسة آسيوية، ولكن للاحتكاك مع مدارس أوروبية قوية، منتخبات شاركت في بطولة كأس العالم، فده ممكن يرفع أو يزيل الرهبة عند لاعبي المنتخب القطري اللي يمكن في مرحلة من تجديد الدماء والاعتماد على مجموعة من اللاعبين أغلبهم من اللاعبين الصغار السن والعناصر الشابة، ويمكن لسه في مباراة ودية بعد إن شاء الله مباراة سويسرا وأيسلندا. المنتخب القطري هيلعب 4 مباريات في الدوحة مع الأردن وكازاخستان والجزائر وإيران لحد يوم 31 ديسمبر قبل السفر لإيران، فبالتالي ده هيكون تحضير كويس جدا بالنسبة للمنتخب. وقبلها كمان كان لعب مع الصين وفلسطين ولعب مع الإكوادور أيضا وأوزبكستان، فده تنوع في المدارس المختلفة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة فيليكس سانشيز للوصول لأفضل جاهزية بالنسبة للمنتخب القطري. أشكرك شكرا جزيلا محمد الجزار الصحفي الرياضي، كنت معنا من الدوحة للتعليق على هذه المباراة. النتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي بين الفريقين. هل هناك عقدة في كرة القدم؟ هناك بعض الفرق تصعب عليها أن تنتصر على بعض الفرق الأخرى، وهناك فرق تتفوق بسهولة.